بسم الله الرحمن الرحيم. للبيع شقة في منطقة يالنجك، طبعا شقة داخل مجمع سكني، احنا الآن في الدور التاسع، عمارة فيها مصعد، رقم الشقة 18، وهي عبارة عن 3 غرف صالة، مساحتها 165 متر مربع. أول ما ندخل على يميننا مباشرة عندنا الصالة، الأرضيات فيها باركيه، عندنا ديكور السقف، واجهة الأمامية قزاز، إطلالة جميلة جدا على البحر وعلى الطبيعة. طبعا زي ما انتم شايفين هذه إطلالة كاملة على البحر والمدينة. مساحة الصالة ما شاء الله تبارك الله تقريبا 7.5 × 5. هنا عندنا البلكونة المشتركة بين المطبخ والصالة، أيضا مساحتها جميلة جدا. هذه الإطلالة، إطلالة بانورامية على البحر. طبعا مجمع سكني متكامل، فيها ألعاب أطفال، جلسات عائلية، مواقف سيارات مغلقة ومكشوفة، أيضا حراسة أمنية، كاميرات مراقبة. نشوف هنا المطبخ، طبعا فيها الدواليب في الجهتين، هذه الجهة الثانية. نشوف باقي الغرف مع بعض. هنا مدخل الشقة، طبعا عندنا التلفون، نظام التدفئة مركزية. هذه الغرفة الأولى، نشوف مع بعض الغرفة الثانية. هنا عندنا دورة المياه الأولى، هذه دورة المياه الثانية، طبعا فيها المروش، هنا عندنا الغرفة الثانية، هنا عندنا مخرج طوارئ. طبعا في مساحة ممكن تستخدم كمستودع، أيضا في مكان لغسالة الملابس، تمريداتها جاهزة، وهذه غرفة النوم الرئيسية. طبعا مساحة جيدة، أيضا لها دورة مياه خاصة فيها، دورة مياه متكاملة، بلكونة خلفية جميلة مطلة على الطبيعة. هذه البلكونة الخلفية طبعا لها إطلالة جميلة جدا على الطبيعة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.